دابا نشارك معكم الحصيله وغنختاروا وحده من هاد الحدات الكبار، وان شاء الله غنفرحوا بها شي واحد يفرح بها وليداته. مالك عمي كاين شي وليدات؟ ما شاء الله، شوف شوف الصفا، شوف شوف، اللهم بارك. السلام عليكم الخوت، اليوم عندنا واحد التحدي، غنشدو الحوت وغنفرحو به شي بوفري اللي ما فحالوش. الحوت راه ما كيقرب ليه غير اللي عنده فلوس. الاخوان راكم عارفين حنا الحمد لله عندنا هاد الهوايه، يعني كناكلو حوت مزيان وكذا. اليوم الاخوان التحدي ديالي هو نجيب شي حوته مخيره ونفرح بها شي بوفري. بقاو معنا. بما انني ما غنتعطلش في الماء الاخوان، داكشي علاش جبت القاشر فوق الكومبين. البحر محرق الاخوان، ولكن الصفوة كاينة. انعدام الجاذبيه في الغوص كيعطيك الشعور بالطيران، وهذا احساس زوين. كنتمنى كاملكم تعيشوا. مع الدخول الاخوان تصادفنا مع هذه الحجاره اللي كترعى فوقها اسماك البوري. حنا غنهبطوا قبل ما نوصلوا للحجار باش ما نخلعوش الحوت الا هبطنا فوقه، وغنمشيو بالترصد وشويه علينا حتى غنحاولوا نصيدوا شي حوت. رغم صفاء المياه التيارات كانت قوية بزاف. هبطت لهاد الحفرة باش ندير تقنية الترصد، لكن ما خلاونيش التيارات وما خلاوش حتى البندقية تصوب على السمك. كيف ما كتلاحظوا الاخوان، التيارات المائية بغات تحيد ليا الكاميرا والماسك وما خلاتش حتى البندقية تمشي جهة السمك. كيف ما كتلاحظوا الاخوان، المياه كانت صافيه ونقيه كغير العاده في المحيط الاطلسي. هنا غنهبطوا وغنديروا تقنيه الترصد وغنتسناو تقرب لنا اي سمكه. كيف حال هاد الزوايا او هاد القنات ديال السلاح كيكون ضاير فيهم الحوت، الشيء اللي خلاني ندير تقنية الترصد قبل ما ندور مع الدورة باش ما نخلاش الحوت. هنا الاخوان لاحظت ان اسماك البوري كترعى فوق هاد الصخور، الشيء اللي خلاني ندير تقنية الترصد ونقلب على المفترس ديال اسماك البوري واللي هو سمك الدري. هاد الاسماك الصغيرة عادة كتكون علامة اللي كترشدك للاسماك الكبيرة، لكن في هاد الحالة ما كاينينش غيران كبار اللي يقدر يدخل ليهم الحوت الكبير. هنا غنكتفيو بتقنية الترصد وغنتسناو الحوت الكبير يقرب لينا. من بين العوامل اللي خلاوني نختار هاد البلاصة بالضبط هي ان هاد الممر الرملي بمثابة طريق عند الاسماك. كيف ما كتلاحظوا الاسماك الصغيرة كتمشى عبر هاد الممر، كذلك الاسماك الكبيرة.
هاد المرة الإخوان هبط تخصيصا لتحت الحجار باش نقلب على سمك الصنور أو الوحش الضلام. سمك البوري كان موجود اللهم بارك، لكن ما بقيتش كنضربه، والهدف ديالي هو الحوت الغليظ ونخلي الرقيق يكبر. بعد الالتفاف على هذا الجرف اكتشفت انه ممر اخر للاسماك، فقررت نبقى مخبي وندير نداء الحنجره ونتسنى الحوتة تقرب. الطيارات البحريه كانت قويه بزاف، الشيء اللي كيخلينا نبذلوا جهد كبير ونحرقوا الاكسجين دغيا، مما كيقصر من مدات كتم النفس. في هذه الحفره اللي في القاع كتبان لي سمكه اخطبوط مسرحه لتحت، انا غنحاول نخلعها باش تشوفوا رده الفعل ديالها وطريقه الاختباء والتمويه اللي كدير. الدخان السوداء هي سلاح الاخطبوط، بحيث انه كيطلقها على الاسماك اللي كتفترسو باش ما تشوفوش فين مشى، حتى كيتخبى او حتى كيعطي لراسو فرصه باش يدير هاد التمويه الخطير اللي كيشبه البيئه ديالو وما تفرقش بينه وبين الحجر. لكن هاد المره هاي هاد ثم هاي هاد الجميله تنادي. قدره الاخطبوط باقي ما سالوش، فقدره الاخطبوط على الالتصاق راه قويه بزاف، وعندو مجسات كتجاوز 240 مجسة في كل رجل. المجسات ديالو كيقدر يلصق بيهم كما كيقدر يدوق بيهم ويكتشف بيهم الأشكال. بعد ما كنساليو مع الأخطبوط بطريقة رحيمة كنلصقوه في السمطة وكنزيدو نقلبو على الوحوش. بعد مدة من الصيد قررت نبدل المكان لمكان اخر فيه طيارات قويه وفيه الماء محرك باش نستهدف سمك الدراي واللي معروف عليه كيكون في المياه المحركه. كيف ما كتشوفوا الاخوان المصيد عباره عن واد، وقدامي في السيرفاس كترتق الموجه. استقريت في هذه البلاصه بالضبط حيت كانت مورايا حفره قدرت ندخل ليها رجليا باش البالمات ما يتحركوش بالطيار ويخلعوا لينا الحوت. كيف ما كتشوفوا الاخوان قدامي جوج ديال الاخاديد واللي كيجي منهم الحوت كما مر. للأسف الوحوش المستهدفة باقي ما باتش وسمك البوري غير كيدور بيا. الصعوبة اللي كانت في هاد الخرجة الإخوان هي الطيارات القوية اللي ما كيخلوناش نتبتو بلاصة واحدة. خطورة الطيار هي أنه يقدر يلاقيك مع الجرف في رمشة عين، وقيل أسماك البوري ساخت الخبر اللي ما بقيش كنستهدفها. كتبان ليها كدور حدايا وبكل أريحية وما خايفة من حتى شي حاجة. الشكل اللي كيبان لكم في الرملة لتحت السبب ديالو هو حركة الموج وسرعة الطيار اللي كينحتو لينا هاد التحفة اللي كاينة في قاع البحر. في هاد الحفرة اللي في القاع قررت نهبط ندير الترصد ونستهدف الأسماك اللي كدوز حدا السلاح. أحسن بلاصة للترصد هي حفرة بحال هادي، بحيث أنك كطيح فيها كلك وكتخلي غير عينيك فوق السيرفاس باش يبان لك شكون جاي. الهدف ديالي من هاد الترصد الاخوان هو اسماك الدرعي اللي كتطلع فوق السلاح، كتستهدف اسماك غاوغاو والبوري الصغير.
قدامي مباشرة كاين أسماك حلامة والشرغو والبوري، لكن قوة الموج والتيارات البحرية كتخليني نتزعزع واضطريت أنني نبدل بلاصتي. هاد البلاصة اللي أنا قصدها بان ليا فيها أسماك شرغو من بعيد وغير البياس الغليظ، لكن كيف ما كتشوفوا الطيارات البحرية كتزدحني مع الجراح. بعد ما رصيت مزيان ودخلت رجلي تحت الجرف باش ندبت راسي، قررت ندير النداء باش يقرب ليا الحوت اللي كان هنا ديك الساعة. أسماك شرغو هي أسماك حساسة بزاف، وأي صداع في المصيد غيخليها تهرب، كمثلا ديك الساعة فاش حكتني الموجة مع الجرف. بعد ما لاحظت الإخوان أن الأسماك كاين غير في جناب ديال السلاح، اضطريت أنني نمشي نصيد في جنب السلاح رغم هاد الطيارات القوية. هاد حلامه وشرغو حتى كنت غنتيري وانا نتشاور، علاش الحجم ديالهم ما كانش كبير. كيف ما لاحظنا في الغلطه اللي فايته، الاسماك كترعى فوق السلاح، وباش نشدو الاسماك فوق السلاح خصنا نبدلو استراتيجيه. هاد الطيارات القوية ما خدام معاهم حتى شي استراتيجية الإخوان، بحيث كتخليك حتى كترصد وكتطلعك الموجة فوق السلاح وكيتخلع الحب. حلم اللهم بارك غليظة، لكن ماشي هي الهدف ديالنا. هاد المرة بدلنا المصيد وهبطنا عاود تاني في الحفرة اللي قدروا نديرو فيها الترصد، وغنتسناو أي مفاجأة تخرج قدامنا. هاد الصوت اللي كتسمعوه الإخوان كعاصفة، هاديك راه موجة دايزة من الفوق. كيف ما قلت لكم الاخوان، سمك البوري جاي كيستفزني، لكن ما تسوقتش ليه وعاودت هبطت لهاد الغار. فهاد الطيارات القوية ما كان نصح حتى شي واحد يبقى يدخل الغيران بحال هكا، بحيث انه تقدر تحل في اي لحظة، او لا تقدر تجي شي موجة بالجهد وتخبطك مع الجرف وغتفقد الوعي. قلبت هاد الجحور المظلمة بحثا عن وحوش الظلام او لسمك الدرعي اللي كيكون في الغيران، وكيف ما كتشوفوا كيبان ليا الحوت اللهم بارك في هاد البلاصة. داكشي علاش رجعت اللور باش ما نخلعوش ونعاود ندير تقنية الترصد في نفس المكان. هنا عاود دخلت لنفس الجحر باش ما نخلعش الحوت. طرطقة البندقية هي الأكثر كفاءة بالنسبة لسمك الصار.
كيبان ليا شرغ غليظ اللهم بارك، كيطلع وكيهبط من فوق السلاح. غندير الترصد وغنتسنى حتى يقرب المرمى الساعي. هنا الاخوان حتى ضربت سمكة الصار، عاد بانت سمكة الدراعي، لكن لقاتني مشغول. وعلى فكرة الاخوان مازال غنتلقاو مع سمكة الدراعي في هذا الفيديو عملاق اللهم بارك. الجو كان زوين بزاف في هاد الخرجة، كان الاسماك لا نشوبه والسرديل والشرغو والبوري، وكانت مختلف انواع الاسماك، ومع المياه الصافية والزرقاء طلع داك الشيء الاخوان بانورامي. هنا الاخوان تحت في بلاصة فيها جحور عميقة، وهنا غنقلب على الدرع الوحش خصوصا بحال هاد الغيران الكبار. هاد الجحر كان فارغ، لكن مازال غنستمر في البحث. هنا كيف ما كتشوفوا اسماك سرديل كطرا على العوالق اللي كاينه في الماء. المنظر في الماء اليوم كان زوين بزاف، واستمتعت بهاد الخرجه، وكنتمنى حتى نتوما تكونوا استمتعتوا معايا. كيف ما كتشوفوا تحت هاد الجرف الصخري جيت كنقلب على سمك الصنور، واذا ما كانش سمك الصنور غنحاول نستغلو في التخفي. هنايا الاخوان دخلت الجسم ديالي في الجحر باش يكون عندي تخفي زوين وما نبانش للحوت، وتكون عندي زاويه الرؤيه كبيره. لاحظوا الاخوان الاسماك الكبيره كاينه ولكن بعيده وماشي في مرمى السهم. كنحاول ندير نضوء الحجرة باش تقرب مني شي سمكة، لكن للأسف تقضت مدة كتم النفس وغنضطر أنني نطلع. هاد الحفرة اللي أنا هبط ليها هي واحد المكان اللي فريد من نوعه وعزيز عليا. علاش؟ حيتاش ديما كنلقى فيه أسماك الصنور، وبعض المرات كنلقى مجموعة من أسماك الدرعي كدور وسط الحفرة في دوامة كبيرة. هاد المره كانت الحفره عامره بالرمله ومكانوش فيها الغيران بزاف، الشيء اللي خلاها ما يكونش فيها الحوت. فهاد الغوصه الاخوان غنزق الاخطر وافضل فرصه في هذا الفيديو، ولا غتجيكم في شكل وغتشوفوها على المباشر. هاد السمكة اللي غنزقلها الاخوان صراحة ما عطاتنيش فرصة تنعرف النوع ديالها، كنتمنى تعرفوا على النوع ديالها وتشاركوه معنا في التعليق. سمكة عملاقة اللهم بارك، الوزن ديالها يقدر يتجاوز العشرة كيلوغرام. أما نوع السمكة فأنا كنظن بلي راه الدرعي هذاك، وانتوما خليو لي الرأي ديالكم في التعليق. بعد الهبوط مرة أخرى لنفس المكان، لكن هاد المرة قربت شوية لزاوية الجرف. هاد سمكة الدرعي اللي دازت حدايا
طلعت لي الأدرينالين وخلتني نكون مكونسونطري بزاف. سبب عشق الرياضة لسمكة الدرعي هو القيمة الغذائية ديالها والثمن ديالها الغالي، بحيث أنها في رأس السنة يقدر يوصل الثمن ديالها ل 300 درهم الكيلو. عندها عدة أسماء، منها الدرعي أو بوشوك أو الحرش أو بالفرنسية لوبار. بعد ما تسنيت بزاف شدني الفضول وقررت انني نشوف اش كاين مورا هاد الجرف. هاد الخاويات الصغار هما الاماكن المفضله لسمك الصنور، لكن للاسف ما كانش. هاد المره الاخوان عاودت رجعت لجنب السلاح وقريب الموج والطيارات القويه، بحيث ان هاد البلاصه هي اللي فيها الحوت بزاف. جالس كندير الترسل، جات موجة بالجهد وقلباتني وطلعت في حالي. هاد المنطقة اللي أنا غطس فيها مليئة بالشقوق والجحور، مما كيعطي فرصة للأسماك باش تخبى، مما يعطينا فرصة للصيد. أنا سيبيا في الجحر لكن ما ضربناهاش، وخليني هتعيش، الهدف ديالنا أكبر من سيبيا. هاد الأخاديد والجحور كتوفر حماية للأسماك من المفترسات ديالها، الشيء اللي كيعطينا فرصة أننا نلقاو هنا شي حاجة. عاودت رجعت وكملت طريقي في نفس المسار واللي كانوا فيه جحور زوينة بزاف ومناسبة للصيد. هذا المضيق الجرفي غيعطيني واحد التخفي زوين باش نستهدف الأسماك اللي لقدام. مع طليت كيبان لي الحوت سارح فوق الشراف، بغيت نشعل الكاميرا ساعات فيتها، وفاش شعلتها كنت شديت شرغو، وللأسف تشد معاه شرغو صغير، لكن ماشي مشكل. عاودت رجعت لنفس المكان، لكن كيف ما شتو راني جيت من بعيد، وما بطش فوق النقطة اللي غندير فيها الترسل، باش الحوت ما يهربش، وباش ما يشوفنيش. قدامي دابا كاين اسماك شرغو من الحجم المتوسط، لكن الهدف ديالي هو الاحجام الكبيره، غنتسناوها تتبان. مدة كتمنى نفس كتسالي وغنضطر نطلع ونعاود نهبط. هاد المرة الإخوان زدت عاوتاني لبلاصة جديدة ولقيتها فيها الحياة، اللهم بارك. غندير الترصد وكيف ما العادة نتوكلوا على الله. أسماك الشرغو كاينة الإخوان، لكن بعيدة وما كتبغيش تقرب، كتجي حتى لحدايا وكتعاود ترجع. كيف ما كتلاحظوا الحوت قدامنا اللهم بارك، لكن ما كيبغيش يقرب. فاش غادي نطلع؟ غادي نطلع للورا الإخوان، ما غنمشيش لقدام
او ما نطلعش نيشان باش الحوت ما يتخلعش. قلبت على زاوية افضل باش نستهدف الاسماك اللي كاينة في ديك البلاصة، واختاريت زاوية زوينة في الجهة المقابلة للمكان اللي كنت فيه سابقا. هاد الطيار القوي كيشكل عائق كبير في تقنية الترصد، وما كيخليكش تكون ثابت في بلاصة واحدة. في هذا المكان اكتشفت جحور اخرى زوينه للصيد، وفيها تضاريس محببه لاسماك الكوربين. غنهبطوا نقلبوا هذه الجحور، وكنتمنوا نتلاقاو مع شي كوربينه ولا شي درعي ولا شي حوته غليظه كيف ما كانت. هذا الجحر كان صغير وفارغ، لكن هذه الصخره تحت منها جحور لكن ما فيهوش بيبان كبار. بعد الصعود الأعلى فكرت وقررت أني نصيد بالطريقة الهندية. اختاريت هاد الحجرة نتخبى فيها وندير الترصد في هاد المكان بالضبط. في بعض الاحيان الحدس ديالك كيقول لك بقى هنا وما تحركش، هي اللي وقعت لي في هذه اللقطه، وبقيت وما تحركتش وكنتسنى شي حاجه تقرب مني. حلمه غليظه دايزه حدايا وكيدوزو بعض المرات شري غوات مزيانين، لكن في هذه الخرجه هذه قررت انني نستهدف الحوت الغليظ. هنا هبطت لتحت كنتسنى الحوت يهبط حدايا من فوق هاد السلاح. المكان المنخفض في السلاح هو مناش كيطلع الحوت وكيهبط منه، الشيء اللي كيخليه منطقة مناسبة للترصد. البوري وحلامة بحال عارفين اني ما غنضربهمش، كل ساعة هما جايين ها هما غاديين. التيارات القوية ما خلاتنيش نبقى بزاف، وعييت من كثرة الترصد وقررت نستهدف الجحور. العام اللي فات وفي هاد البلاصة بالضبط كنت لقيت سمكة كوربينة بجبدة اللهم بارك، لكن ما شتها تهربت، الشيء اللي خلاني نرجع لنفس المكان ونقلب نفس الكهوف اللي كتكون فيهم. هاد الجحور اللي قدامنا فايت لينا شدينا فيهم الشرغو بزاف، كيكون فيهم المعزة والشرغو وفي بعض الأحيان الدراعي، لكن هاد المرة تلاقينا مع المعزة ودي شارجات الكاميرا. نتلقاو برا نوريكم الحصيلة ونفرحوا شي بوفر اللي بصح يستاهل. اللهم بارك، انا قدو هاد الخير الاخوان وديو لذاك البوفري اللي غايكون في رزقه ان شاء الله. امشي نقلبوا على شي واحد اللي يستاهل الاخوان، ماشي اي واحد غنعطوه ليه. السلام عليكم الاخوان، احنا خرجنا من الماء، اللهم بارك، الحصيلة هي قدامي، شي حاجة نضل اللهم بارك كيما شتو، كنضربو غير الحوت الغليظ
الحوت الرقيق ما كنضربوش، الحوت المايل ما كنضربوش الاخوان، كنضربو البياس الحرة. اللي غنشارك معكم الحصيلة وغنختاروا وحدة من هاد الحوتات الكبار، وان شاء الله غنفرحوا بها شي واحد يفرح بها وليداته. هذا هو الهدف ديالنا في هذا الفيديو ان شاء الله. بقاو معنا. هانو الحصيلة اللهم بارك، باقي كتحرك الخوت. شو هذه هي اللي سبقناها بعدا. هذه مع الديبارت لقينا معاها، اللهم بارك. شوف اللهم بارك الخوت بوريا، الله يبارك. شو هو هذه ما صورناهاش على المباشر، هذه المعزه ضربتها في الغار، ما صورناهاش على المباشر حيت شتي شارجاتينا الكاميرا. انا الخوت شوف الالوان الذهبيه الاخوان، شوف الرونق، هذاك الشيء ما كاينش. اللهم بارك. اشرب قداش تبارك الله. شوف يعني باقي كيبري والخوت، اللهم بارك. الروطان تبارك الله. سير اش باقي الخوت؟ بقى المعزة. هاهي اللهم بارك، هاهي المعزة اللهم بارك. شوف خليك تحرك الخوت. شلاله صاحبي لاصوص، هادشي اللي كاين الخوت، الروطة الكراندي، هاد المعزة اللهم بارك، رجعوها للاصطه، وهاد الشرغل المتكتك، هاد الشرغل هذا الله يبارك. عمركم شفتو السنان ديال الشرغل؟ عندو فمو كامل سنان الاخوان، فمو كامل سنان، كيهرس بيه بوجروه، كيهرس بيه كلشي اللهم بارك. الطراس عندو سبحان الله. قهر ليا هاد البوري هذا، البوري الاخوان راه ممتاز في الماكلة، ماشي اي بوري، على حسب البيئة اللي عايش فيها. دابا هاد البوري اللي عندنا حنا هنا عايش في الماء نقي، حيتاش البوري واقي في الماء، إلا كان الماء موسخ كيكون البوري موسخ، إلا كان الماء نقي كيكون البوري نقي اللهم بارك. هاد البوري دابا راه متشبعش منو الاخوان هذا، يا سلام خير. هادي هي الحصيلة ديالنا، شاركنا معكم الاخوان، دابا بقاو معنا نمشيو نقلبوا على شي واحد اللي يستحق، نعطوا هاد الحوتة هادي يفرح بها وليداته. اللهم بارك. واحد الجو الاخوان، واحد الغروب، يا سلام. الحصيلة ديالنا قديناها في ميكات، اللهم بارك. دابا نسدو الكلاصير باش نبدلو حوايجنا باش نتحركو ان شاء الله. تلقيت واحد السيدة هنا، تلقيت البلاصة ديالها ولكن هي ما كايناش، هي مسكينة عايشة في الزنقة الاخوان، حوايجها هنا في الزنقة وفي الارض، ولكن مسكينة ما كايناش هنا. غنقلب عليها نشوف إذا لقيتها. على الله ومليكة. غادي نقلب عليها هنا في السوق الإخوان، على الله نلقاها. قلبت عليها الخوت هنا ما لقيتهاش، مشيت حدا الجامع ما لقيتهاش، كنت في السوق ما لقيتهاش، دابا غنتحرك للفيلاج الجاي نشوف إذا لقينا شي واحد. الأمانة راه معلقة في الموتور الإخوان، الله نتلاقاو مع مولاها. الله الخوت انا غادي في الكودرون، بان لي السيد غادي بالبيكالا، باين عليه ما فحالوش، غنعطو عليه وانيت حيتاش مشى الوقت الاخوان، و هاد الوقيته الناس راه كيكونوا دخلوا لديرهم، و هاد الحده واقيلا راه في رزق هاد السيد. عمي كاين شي وليدات؟ ايه بسم الله. بسم الله. هات سنت وسنت صفرح. كسر ربي تا كيعاون ربي. وليولي. خوت العشرة هذه أنا عاد وصلت للدار. الفيديو ديالنا سلام، ما تنساوش ديك لايك، شي كومونتير زوين، السلام عليكم.